مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيك بزبيب. عنا كوب ونص طحين، نص كوب حليب، 3/4 الكوب سكر، ربع كوب زيت نباتي، 5 بيضات، نص كوب زبيب، ملعقة صغيرة فانيلا وملعقة صغيرة بيكنج باودر وملعقة طعام طحين. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. كمان بحط فانيلا والسكر، بخفقن منيح مع بعض على سرعة عالية. بعد ما خفقتن وصاروا بهيدا الشكل، هلأ بدنا نكفي مع بعض الطريقة. بحط الزيت، الحليب، بيكنج باودر، بخفق على سرعة خفيفة وبحط شوي شوي طحين على دفعات. انتهينا من خفق الكيك. هلا بحط طحين فوق الزبيب، بحركن مع بعض. عنا قالب مدهون زبدي، دهنته زبدي للقالب. بسم الله. حط العجينة، برش زبيب كمان هيدا الشكل. كمان برجع بحط باقي العجينة. برجع برش زبيب هيدا الشكل كمان. هلأ بحركن شوي شي خفيف بهيدا الشكل. هلأ بحط الكيك بالفرن حامي مسبقاً على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. هذا الكيك أخذ بالفرن حوالي 35 دقيقة. لنشيله من القالب، أكيد حطيته على جنب لبرد بحرارة الغرفة. منشوف اكيد كيف طلع من الداخل مع بعض. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدي كيكة الزبيب اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.